موضوع سرقة فيلا محمد صلاح اللي في التجمع الخامس طلع فيها أقاويل كتير. بعض المواقع الإخبارية دلوقتي بترددها، وهي إن السرقة ما كانتش عملية عشوائية، ده كان مخطط لها من فترة، وكله علشان جائزة أفضل لاعب في أفريقيا اللي أخدها محمد صلاح. إيه هي المسروقات اللي اتخذت من فيلة محمد صلاح؟ وهل السرقة كان مخطط لها فعلا ولا عشوائية؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فتابعونا. طبعا وزي ما انتم عارفين، فيلا محمد صلاح اللي في التجمع الخامس اعلنت الشرطة انها اتسرقت من شوية، والكل بيسعى وبيدور مين اللي سرق الفيلا دي. هي الجريمة كان مخطط لها ولا ايه؟ دي بتاعت ابو مكة حبيب الملايين مصريين وعرب وافارقة، واللي مشرف مصر بره وجوه. من هنا طلع كلام بقى ان سرقة فيلا محمد صلاح كان مخطط لها وليها ابعاد تانية، مش مجرد سرقة وبس، مش حد حرامي عشوائي يعني اللي راح الفيلا دي، ده عارف انها بتاعت محمد صلاح، والاكبر من كده عارف ايه هو اللي جوه الفيلا دي هيتاخد ايه وهيسيب ايه. موقع العين الاخباري بيقول ان السرقه دي من فتره، بس لسه الشرطه مكتشفاها دلوقتي. بيلمح الموقع ان السرقه كان الهدف منها اصلا سرقه جائزه احسن لاعب في افريقيا اللي خدها محمد صلاح مرتين في عام 2017 و2018، ودي جايزه اكيد ليها قيمه ماليه كبيره لو اتباعت لحد عارف قيمتها، لان قيمتها دلوقتي من قيمه محمد صلاح، واللي هو واحد من افضل لاعبي العالم، وراتبه مع ليفربول بيتحاسب بثانيه مش بالموسم دلوقتي. طيب هل الكلام ده صح ولا خطا؟ الحقيقه ان لحد دلوقتي لم يصدر اعلان رسمي او تصريح من الجهات المختصة أو أي حد من المقربين من محمد صلاح بخصوص إيه نوعية المسروقات اللي اتسرقت من فيلة نجم مصر، وبكده لم يتم تأكيد إن كانت جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بين المسروقات اللي اتخذت فعلا من الشقة ولا لأ. مع العلم إن الصحافة والمواقع الإخبارية حاولت توصل للشخص اللي قريب من محمد صلاح اللي كشف أصلا سرقة الشقة علشان تتأكد منه إن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا كانت من بين المسروقات ولا لأ، ومحدش وصل له لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت اتفقت اغلب المواقع الاخباريه ان قائمه المسروقات شملت العديد من المقتنيات الثمينه، من بينها 3 اجهزه استقبال للاقمار الصناعيه ريسيفر يعني، بالاضافه لمبلغ مالي كبير كان سايبه صلاح في الفيلا. ودلوقتي شغاله الاجهزه الامنيه بالقاهره وبتبذل مجهودات كبيره في الوقت الحالي علشان تكشف ملابسات الواقعه، وده بعد تفريغ كافه كاميرات المراقبه. ولحد ما تخلص الشرطه شغلها وتطلع هي بيان رسمي بالواقعه دي مين اللي سرق فيله محمد صلاح وهي المسروقات، محدش هيكون متأكد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا اتسرقت من فيلا محمد صلاح ولا لأ. في النهاية نتمنى إن هو يتم الكشف عن المجرم بسرعة ويتعرف مين هو اللي سرق فيلة أفضل لاعب في مصر وأفريقيا كلها.